السلام عليكم شباب، اللي متزوج بالسر لازم تطلع زكاة الفطر. أيوة، لا تطلع يعني زكاة الفطر حال زوجتك الأولى واللي متزوجينها بالسر ما تطلع، لا، زكاة الفطر تطلع عن أولادك وزوجتك دام أنك متزوجينها حلال، بس بالسر تطلع ده. ثاني حاجة، ليش أنت تتزوج بالسر؟ ليش تتزوج بالسر؟ في النهاية ترى لازم بيعرفوا، فتح الرمان وقولهم تزوجت وخلاص، بتتخشش آخر الليل تطلع ولا تقولهم مسافر ولا شيء وتروح مثلا ما عارفين لك يومين ما موجود يومين موجود، يعني تيجي حياتك كذا سر فاتح خلاص حرمتك الأولى، قول أنا تزوجت ده الموضوع، يا ستتخشش ما بين نخلان. يعطيكم العافية، أهم شيء تطلع زكاة الفطر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.